أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم زادت أجواء باردة نسبيا في عموم المناطق، وانتشرت كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع عاملت على هطول زخات متفرقة ومحدودة من الأمطار في المنطقة الشمالية. خلال يوم غد بإذن الله يوم الجمعة تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، سيعمل على عودة زخات الأمطار وأيضا انخفاض على درجات الحرارة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية، 7 درجات مئوية، ملموسة 4، رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل حالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد الجمعة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. زخات من الأمطار في إربد 15-8، عجلون 12-7، جرش 13-7، والمفرق 15-6 مع أمطار ورياح نشطة. المنطقة الوسطى الزرقاء 13-7، البلقاء 11-7، عمان 11-6، مادبة 13-7، والبحر الميت 20-16 مع زخات من الأمطار. المنطقة الجنوبية الكرك 12-6، الطفيلة 13-6، الشبك 11-3 مع 14-4، والعقبة 25-15 درجة مئوية. بالتالي المنطقة الجنوبية لن تتأثر بشكل أساسي ورئيسي بهذا المنخفض الجوي، وإنما ستشهد رياح نشطة وأتربة مثارة بشكل عام. المنطقة الشرقية أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة، الأزرق 18-6، الصفاوي 17-5، ورويشد 20-6 مع رياح نشطة وفرصة لزخات متفرقة من المطر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.